السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم نقدم لكم حلوة كنسميوها نيدوازو أو لا عش الطير بالعربية. نتابعوا اليوم سلسلة موالية من حلويات هيد الفطر. تابعوني وإن شاء الله تعجبكم الوصفة. غادي نحتاجوا لهاد الحلوة ديالنا المكونات والمقادير الآتية. بالنسبة للدقيق، الدقيق غادي نحتاجو 200 غرام تاع الدقيق، 200 غرام دو فارين، قبصة ديال الملح، ان بانسي دو سيل، 100 غرام ديال الزبدة اون مورسو، يعني ما تكونش لينة بزاف، 100 قلنا شحال 100 غرام يعني 100 غرام دو بور اون مورسو. غادي نحتاجو 3 كويير ديال السكر ثقيل، 3 كويير دو سكر غلاسي. بور هنا عندي انايا غير لو زيست تاع البرتقال، هو اللي عندي هو كيدار فيه زيست ديال الحامض. Moi j'ai seulement le zeste d'orange, j'ai pas le zeste de citron. نقدي داكشي اللي عندي. نتوما ديروا حكو حامضه ولا شرو بويه ديال لي زيست شوطه الحامض. غنحتاجو كذلك جوج محوحات البيض، دو جون دوف، وغادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال لا كريم الكريمه معقمة اللي هي انتيير كاملة الدسم 35% دو ماتيير غرا، 35% من المواد الدسمة. سا سي لا كريم انتيير كوم فو فوي، دو كروند كويير اسو دو كريم. فوالا، من ناحية لا غارنيتور غادي نحتاجو المكونات الآتية. هادي الحشوة يعني غنديرو فوق، ماشي الحشوة وإنما لا غارنيتور جو سي با كومون كو دير، هاديك الزواق اللي غنزوقو بها البسكوي ديالنا. هنا غادي نحتاجو 175 غرام ديال الكركاع، 175 غرام دو نوازيت. غادي نحتاجو جوج بياض ديال البيض، دو بلون دوف. غنحتاجو كذلك هنايا قبصه ديال الملح، الا شافش ملعقه صغيره مورا ما بانش ليا، قبصه ملح يعني ان بانسي دو سيل. وغادي نحتاجو كذلك 50 غرام ديال السنيده، 50 غرام ديال السكر سمول. وغنحتاجو كذلك لو سيترون، جو دو سيترون يعني عصير الحامض، هو عصير الليمون لو جو دو سيترون. نصف ملعقه صغيره دومي كويير كافي لو جو دو سيترون. عادي نحتاجو كذلك المربى يعني الكونفيتور دو فرامبواز، اللي ما عندوش كونفيتور هذا يدير الفرامبواز، يدير الكونفيتير ديال الفريز ولا البرينو داك تاع البرقوق ولا الفريز، يعني كل واحد والذوق ديالو اللي موفر عنده، متوفر عنده في البيت. فوالا، ماشي الحاجه ما كايناش، قديو بالحاجه اللي عندكم كلشي غيجي زين تبارك الله. فوالا، هذه هي الحلوه اللي غادي نديرو اليوم. غنحاولوا تصايبوها وتابعوني، راها جاتني زوينه ولذيذه، راني صايبتها وفايتني صايبتها وعجبتني، وقلت غنقدمها لكم باش توجدوها العيد الفطر المقبل ان شاء الله، تلقاو ما تحطوا فوق المائده. ندوزو دابا نحضروا هاد الحلوه. اول حاجه غنديرو غادي نخدمو الزبده مع السكر، نخدموها مزيان ونضيفو الملح ديال البيض.
عاد نضيفو الكريمة، الكريمة السائلة اللي هي معقمة، جوج معالق. هنا غادي نحاولوا نطحنوا هذاك الكركاع اللي عندنا، يعني الحشوه اللي غادي نشكلوا بها العش. ما تطحنوش بزاف، من بعد غنشدو داك البياض تاع البيضه من قبل، راه حنا خدمنا بالمح، دابا غادي نخدموا هذا البياض، غادي نطربوه حتى نرجعوه مرانك. نديرو السنيده وسكر كلاصي ومخشاي، ما نزيدو غير النقيطه ولا جوج نقيطات ديال هذه الملح، نقيطه ولا جوج نقيطات ديال الحامض. فوالا ايوا، ومن بعد غادي نطربوه. كيف كتشوفوا راه ولا لينا مرانك، ونخلطوه مع ديك الحشوه، ديك الكركاع اللي طحنا. فوالا، نتوما على حسب البياض، الا شفتوا بان ديك الخليط راه جاري شي شويه حاولوا توقفوه، زيدوا ثاني كميه اخرى ديال الكركاع. كيف درت انا، راه زدت شويه تاع الكركاع، وغادي نحاولوا نديروه في الثلاجه باش يبرد شي شويه ويرتاح. دابا صافي، راه حنا خرجنا العجين وخرجنا الحشوه، وغادي نبداو في تشكيله هاد الحلوه اللي سميتها عش الطير اولا النيدوازو. كيف كتشوفوا سرحت العجينه، درتها على شكل دائره، يعني البسكويت اللي موالفين كديروا على داك الشكل ديال النيد، ما يكونش غليظ بزاف. فوالا، وغادي تبداو تشكلوا غير بيديكم. هاد يمكن لكم ديروا الجيب الحلواني، ويمكن لكم ديروا شي قالب دائري، ولكن لا، من الاحسن ديروا العش باليد، لحقاش اليد كتحكموا فيها وكيجي بحال الشكل تاع العش. فوالا، راه كتجي غزاله هاد الحلوه، غير جربوها. غادي نخليكم تتابعوا العمليه، من بعد غادي ندير الكونفيتير الوسط وغندخلها للفران. درجه الحراره 180، والوقت 15 دقيقه. الا شفتوها باقا ما تحمرش خلوها حتى 20 دقيقه، غير شويه ماشي بزاف.
الحلوة ديالنا راه طابت وجدات وطابت في القياس ديالها. ملاحظة ما تخلوش هاد تحمر بزاف بزاف لحقاش القرقاع كينشف دغيا، ما خشوش يجي قاصح حتى في القياس ديالو. ان شاء الله الفيديو تاعي يعجبكم، وهذا العش الطير يعجبكم بزاف، راه كيجي لذيذ. حاولوا تجربوا هذه الوصفه، وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.